2012 10 سنين دابا 2012 غنكون هنايا ماشي بيناتنا السلام عليكم ورحمة الله. رفع الصوت. الإخوان دخلنا للمقبرة وكنتفاجئوا كنشوفوا الكلاب كثيرة هنا في الدخلة ديال المقبرة وشفنا واحد المقابر اللي هي حافرينها الكلاب حاشاكم الكلاب يلعبوا فوق القبورة وتنطلبوا من الناس المسؤولين أنهم يتدخلوا وهاد الكلاب تجمع ما تبقاش هنا داخل هاد المقبرة تحفر في القبورة والرساله راه مفهومه والسلام عليكم ورحمه الله. سماحه المتسلسل المقبره عندها مداخل ديالها مداخل يعني واخا خاص المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم ملي كتشوف القبور محفورين راه عيب وعار انه كما كتشوف دابا الكابانوات واش نقول لك الكلمه لسي حسن بويه والملايير كتدخل هذه المقبره دابا ها هما هنا كاين عندنا شاطوات وعندنا كابانوات وبقاع ديال المداخل ديال اين اللي ما كاش كتستافد منها الناس المسلمين القبور ديالهم تكون نظيفه الشوارع ديال هذه المقبره تكون نظيفه هل الازبال هل الكلاب كتنهش في الجوتات هذا واش حنا اش من قرن حنا واش حنا في حروب راه حنا غير الحمد لله السلم والسلام علاش ما كاين لا استفاده لا والو حتى الناس اللي بغاو يجيو في الجنائز ديالهم كبار ولا بغا يزوروا ما كاينش فيها وهي عادت واسعه تبارك الله عادت شحال بها من كتار ولا يعقل اننا نحطوا السيارات ديالنا عند الباب وانتم غاديين مع الجنائز ديالنا واحد 4 كيلومترات ولا 5 كيلومترات من يهندس هاد المسائل هاد من كيستافد من المداخل ديال هادي راه هادشي حرام وعيب في 2022 والدار البيضاء باقي كيسيروا شي حاجه في الظلام وكيستافدوا حتى من الاموات والاسر ديال الناس اللي جايه تدفن واش عباد الله حنا واحد عنده 70 عام ولا 80 عام جاي يودع ولده ولا جاي يودع الزوجه ديالو وخصو يضرب هاد الكيلومترات كلها ولا لامبيلونس كاينه وحده اذا باش غتمشي الجنازه هاد الاستفادات ديال شكون اللي كيحاسب لا حاسب ولا رقيب احنا اللهم ان هذا منكر راه كاينه قله النظافه الكلاب المسعوره والجائحه راه كدور على المقابر هذا عيب وعار حنا كندوا البيضاويين من هذه المسائل لا اداريه هذه كاينه مافيا في الظلام حنا كنمثلوا المجتمع المدني ديال مقاطعه الحي الحسني جينا في واحد الجنازه ديال الاخ ديالنا ديال الاب ديال الاخ ديالنا زهير وهذه ماشي اول مره اللي جينا للمقبره ديما كنجيو وكنلاحظوا واحد العدد ديال الخروقات في المقبره ديال الرحمه من بيناتهم انه كاين الازبال على كثره في جميع اروقه ديال المقابر في جميع اروقه كذلك كاين كلاب ضاله لا تعد ولا تحصى في وكتبان بان هاد الكلاب الضاله انها حافره كتحفر في القبور اذا الحرمه ديال هاد الاموات ديالنا منتهكه اذا كنطالبوا وهذه نقطه تضاف لجميع النقط اللي غادي تدرس في المقاطعه الحي الحسني على حسب انهم باش يعاودوا النظر بجديه في المساله ديال مقبره الرحمه على الخصوص. كاين اعضاء من الحي الحسني تا هما هنايا. المسجد الجامعي تاع الرحمه كاين اعضاء. وحنا بغينا انها تنظف وتكون في واحد المستوى. الاخوان كما كتشوفوا حنا امام الباب ديال مقبره الرحمه. اليوم جينا عير مع الناس باش ندفنوا واحد السيد الله يرحمه في هذا النهار ويرحم جميع الموتى. اليوم كنتفاجئوا كنلقاو الكلاب الضاله داخل المقبره وخارج المقبره وكلاب الضاله حنا كنعرفوا كتشكل خطوره حتى على الناس اللي يعني خارج المقبره اما الناس اللي في المقبره حاله اخرى
اليوم شفنا الكلاب الضالة داخل المقابر يعني بين القبور يعني كتجول وبدون يعني ما ينتبهوا لا حراس ديال هذه المقبره لا والو. اليوم التساؤل اللي غنسالوا اليوم هو هاد الناس اللي مكلفين بهذه المقبره او هذا المكتب اللي تعين ديال هذه المقبره تعين من تعين من المسؤولين ديال اللي في مجلس المدينه من جميع المقاطعات ديال مجلس المدينه. اليوم كنشوفوا هاد الناس اصلا هنا كاين واحد المحافظ قالوا لنا الناس هنايا قالوا لنا شاد لانتريت وباقي هنايا ما عرفتش علاش باقي. هذه انا اليوم هادشي راه كنقول الاقوال ديال الناس اللي كاين هنا. اما المتشردين كاينين بكثره هاد الناس هادو اللي في المكتب باقي ما عرفناهمش حنا كجمعويين. بعدا انا بعدا غنبحث عليهم شكون هما اللي كاينين وان شاء الله غيكون لنا تصريح من هنا للقدام مع الناس ديال مواقع التواصل الاجتماعي على قبول هاد المقبره حيت هادشي اللي شفنا اليوم يحزوا في الناس الصراحة. هذا الشيء خطير خطير جدا. ربما هذه الكلاب تقدر تحفر القبورة حفرة حفرة بعدنا تصرف القبورة كما كيقولوا الإخوة راه حافرة القبورة. هذا الشيء راه خطير وحنا راه دولة إسلامية وخصنا نحافظوا على هذه القبور. هذو كاينين جمعيات اللي كيتطوعوا من أجل باش ينظفوا هذه المقابر بحال هاد الناس هما كيتطوعوا لهم ناس اللي كينظفوا لهم مقابر وهما خدمتهم دايرة الميزانية ديال المقبرة فين كتمشي غير هاد الاخ هاد الميزانيه فين كتمشي مادام كينظفوا الجمعيات هما اللي كينظفوا المقبره وهاد الناس هاد الميزانيه حنا كنطالبوا المحاسبه ديال هاد الناس هادو. انا باقي ما عرفتش هاد اعضاء المكتب ولكن غنعرفهم ان شاء الله. انت شوف هما غاديين هادو في غادي المقبره انت عندك هذاك الكلب عض شي واحد راه هو مشى يلا انتم كما شفتوا حنا كنتسجلوا دابا انتم كتشوفوا لا حول ولا قوه الا بالله. وكنقول هاد الناس مسؤولين هادو اللي كاينين دابا ما قديتوش على هاد الخدمه حطوها ولا كانوا جامعين غير الدراري اللي باغيين يعمروا جيوبهم جريوا عليهم وقلبوا على الناس اللي بغا الرحمه. بعدا الرحمه هذه راه مقبره بنادم يجي يشوف يفكر بان راه غيجي شي نهار هنا خاصو يخدم الصالح ديال هذه المقبره ما يخدمش الصالح ديال جيبه. تحياتي لكم.